والله هذيك هي ماتش كوبي نجم يصير فيه كل شيء كيما نجم تكون رابح يدور عليه تخسر اما الحمد لله يا ربي ربحنا وان شاء الله الربح هذا نديو للصفاقس كله ان شاء الله يا ربي عايش رئيس النادي مبروك انتصار في الاخر اكيد عنده طعم اخر الحمد لله يبارك فيك الحمد لله ربي حالقنا اليوم باش اخذنا اللقب الحمد لله ان شاء الله البطوله نكملوها ذات الصفاقس انتصار نهائي كاس في الثواني الاخيره اكيد عنده طعم خاص ليك اكيد سورتو اللي عملناه واللي خسرنا اللقب هوني كونتر تبلبا ما حبيناش الديفات نتاع عملناه تتعاود لنا الحمد لله انا هزيناه وان شاء الله العقبه للشامبيونان ان شاء الله طعم خاص سورتو كونتر الكلوب افريكا هذا مش اول تيتر نهزوه قدامهم الكلوب افريكا ايكيب كبيره وكيف قويه هذاك علاش ديما تتحسن في اخر الثواني الحمد لله ما زي صفحه الكوب تويناها ومازالت الشامبيونان توا وان شاء الله مازال قدام الخير ان شاء الله فعلا معناتها مقابلة كاس بأتم معنى الكلمة كانت في مشوقة لآخر خمسة ثواني كنا في الشوط الأول متفوقين وصلنا لستة أهداف فارق لكن في الشوط الثاني رغم أن نبهت اللاعبين نتاعي من الإقصاءات بدقيقتين كان الحكم معناتها قاسي علينا برشا في الشوط الثاني كنا أغلب الشوط نلعبوا أربعة خمسة لاعبين مما خلى نادي الفريق رجعت علينا لكن الحمد لله كنا مركزين الاخر الثانيه وتحصلنا على سبعة امتار وجسمنا والحمد لله وان شاء الله الجمعه الجايه نضيفوا لقب البطوله الكاس والسوبر كوب ان شاء الله